عموما هناك بعض الناس يجون يتحدثون لك يعني عن الصراع بين ايران واسرائيل. هو صراع فيه يعني مصالح وهنالك تعاون فيما بينهما ومتخادم. هذا لا، هذا كلام ساذج. انا استغرب بعض الناس يتحدثون بهذه الطريقه. لا، الصراع حقيقي. طبعا اخر شيء، اخر نظريات المؤامره، مثلا يقول لك ليش يلغوا السنوار لحد الان ما اثروا عليه وما وصلوا له ولا ما اختالوه، بينما قتلوا قياده حزب الله بالصف الاول والثاني وحتى الثالث. الجواب بسيط يعني، بس هو ما يريد اللي ينشر نظريه المؤامره او الذي لا يريد ان يفهم ما يجري بطريقه صحيحه ما يفكر، لانه هو نفس الطريق، نفس العاشق. هذا العاشق لمساله معينه لا يود ان ياتي من يوضح له الامور، لانه مرتاح لها يعني. مرتاح لما انت تفسد عليه هذه المتعه. السنوار ليش قتل اسرائيل؟ يعني اذا هو قدم خدمه تاريخيه لا اول لها ولا اخر. بالعكس، اذا نتنياهو ذكي، هو ذكي طبعا معروف يعني، هو ذكي وخبيث ومجرم. هو بالعكس الان، هو الان يريد ان يحافظ على السنوار حين، لانه قتل السنوار معناته انتهت قضيه غزه. بعد على شنو تضربهم؟ هاي عمليه الاباده الجماعيه للشعب غزه راح تنتهي وتبطل. فالسنوار موجود على غبائه، على حماقته، على وحشيته. هو مفيد. انت مهما يعني تخيل، انت ما انت تكون في قمه التطرف وقمه التعصب وقمه العناد وتعتقد بانك ستحرر البلد من النهر الى البحر، بالحقيقه انت تخدم اسرائيل. وكذلك الحال يعني، حتى اذا شفتوا لبنان، اسرائيل الان مسيطره على الاجواء اللبنانيه. الان بلد لبنان باكمله تحت الوصايه الاسرائيليه جوا وبحرا وبرا. واضح انه قطعه الاتصال بين سوريا ولبنان، وحتى النقل البري والنقل بشكل عام، وايضا قطعه الاتصال على الساحل، ايضا وجهوا تحذير، وايضا على المطار الان لا تهبط طائره الا باشراف اسرائيل وبموافقتها. وهذا يستدعي السؤال، شلون عراقتي وزير خارجيه ايران وصل الى لبنان ونزل؟ شلون يعني؟ فمعناته وافقت اسرائيل على دخوله. ليش وافقت؟ هذا السؤال. خلينا نسال نفسنا هاي اسئله مهمه، لانه اسرائيل تريد من عندهم يواصلون، تريد. هذا بالعكس خطاب اللي وجهه خامنئي، انا اعتقد نتنياهو قام بدا يرقص عليه يعني. لأن هاي الحماقة الأيديولوجية وهذا الغباء والعمى الأيديولوجي العقائدي هو الذي فرعن علينا إسرائيل. هذا اللي خلاهم يعني، خلى إسرائيل تتفرعن علينا وتسيطر علينا وتتحكم بنا وتدمر ما تشاء من مصالحنا وأشياءنا. سمحوا عراقي يجي اجتماع، شو اسمه هذا رئيس الوزراء اللي هو واحد من أتباع حزب الله أو من الذين يسمعون وينفذون كل ما يقوله الولي الفقيه هو حزب الله. في الحال فقبلوا بي ليش؟ لأنه ما يردون اسمه، ما يردون حزب الله يسلم الأمور للجيش اللبناني والدولة اللبنانية، وما يردون فصل بين غزة ولبنان، لأن المشروع كله يخرب. مشروع الهيمنة على لبنان وتدمير حزب الله، وهم يفشل كله. فتركوا العراق تيجي وفرض رأي الولي الفقيه على الحكومة اللبنانية، وفرض عليهم أن يقولون لا، القضية واحدة بين غزة وبين لبنان. يعني حتى المقاومة عندما تشتغل سياسة هي تشتغل عكس المطلوب، وتقدم ما يسعف إسرائيل في المزيد من التدمير والتضحية بالناس. يعني حتى لو تسأل حتى الأطفال الآن عن ما يجري، يقول لك افعل كذا وكذا. مسألة واقعة، ما يراد لها علم ولا فهم. والغباء كما قلت، ليش احنا لحد الان نعيد الموضوع نفسه؟ انه نفس ما يحدث في غزه بالضبط نفس القصه. غزه بدت من يوم 7 اكتوبر 8 اكتوبر ولا 3 اسابيع بدا الهجوم البري، الذي يحدث نفس الشيء بالضبط الان مع لبنان، جنوب لبنان. يعني ما تفهمون، ما تعرفون يعني، القصه معروفه من هسه. وكما قلت لكم الان انه الضربه الاسرائيليه لايران ما راح تكون ضربه قويه جدا تتطلب الرد، بالعكس يردون يبلعون حزب الله هسه وياخذون عليه نهايه مثل ما قضوا على حماس، وبعد ذلك يتفرغون لايران. هذه المسألة واضحة يعني، أي واحد يفهمها. والآن فرحانين طبعا نفس الطريقة، أول شهر بعد أسبوع حماس ضربت تل أبيب، حماس ضربت ما شنو، أطلقت 20 صاروخ، قتلت، دمرت دبابة، ما أعرف إيش. نفس الشيء الآن جاي يتكرر، نفس الآن. وبعد ذلك ورا شهرين، 3 أشهر 4 أشهر، حماس بدأت حتى صاروخ واحد ما اعتبرت، خلصت. وبالتالي انت جاي تضحك شعب كامل، وتهجر 1,200,000 الآن نايمين على الأرصفة وعلى الكورنيش. يعني ما تفكرون؟ ويجي واحد يقول ليش تنتقد؟ انت خائن، انت عميل، انت يا اخي. هذا الخطاب بطلوا من عنده، بطلوا من عنده. هذا صارت قديمه جدا وعتيقه. صيروا اولاد الحاضر الان. يعني انا منو انا قابل اني يعني مدير السي ان ان لو كلامي راح يشق الصحيفه السجاديه مثلا؟ كل واحد يطرح اراءه وعلينا ان نفتهم ما يجي. انت الان قاعد تعطيهم
تعطيهم كل المبررات لان يقتلوا ويمارسوا الاباده الجماعيه بحق شعوبنا. انا واثق انه حتى الشيعه بلبنان ما اعرف شو يصير بهم. يعني هاي جريمه حتى بحق الشيعه. طائفه هاي الطائفه العظيمه الجميله اللبنانيه الان راح تهجوا لهم يعني. لا حتى بيوتهم تدمرت، منو راح يعوضهم؟ ايران تعوضهم؟ هو اصلا بال 2006 منو عوضهم؟ يعني هي اصلا ايران فقيره اصلا ووضعها اقتصادي منهار، فبالتالي ما راح تفيدكم. مصابون بافيون الشعارات، هذا افيون الشعارات هو الذي دمرنا. اذا كان نتنياهو فعلا مؤمن يهودي اعتقد انه وجد الفرصه ولن لن يفرط بها، طبعا لن يفرط بها. صديق راتب يقول من ينتخذ الشعارات المزيفه البراقه ويتغاضى ويترك التصميم والنيه الحقيقيه في تنفيذها سيصل الى ما وصلت في ذلك دول المقاومه والممانعه المزيفه، وعليه المراجعه مرات ومرات في معاني تلك المصطلحات مره اخرى. بالنسبه لنا احنا من يفكر من يحاول يتامل فيها، بالنسبه لنا شعارات طوباويه براقه مزيفه، لكن بالنسبه لمن يعتقد بها ويؤمن بها هو تشكل بالنسبه الى عالم حقيقي. هو بالعكس العالم الذي يعيشه يعتبره عالم مزيف، عالم موبوء، عالم له علاقه بالاستكبار العالمي، عالم مليء بالشياطين. فهذه الشعارات البراقه اشبه بالمعادل النفسي له، فلا يستطيع الخروج منها. ويعتقد ان كل من لا يؤمن بها هو كالعاشق، يعني هو كان عاشق هذا الاشياء ويعني راكبه في راسه، فيعتقد انه هو ومستعد ان يضحي بنفسه من اجله. طبعا الاغلبيه هكذا المؤمنين، لكن هؤلاء كما الان اسرائيل جاي يقول لك خلاص انت ما دام هيك انا اظل اضرب بك واقتل اطفالك اشردك ادمر بيوتك ادمر كل شيء اسوي لك اباده جماعيه. انت الذي تعطيني المبررات، انت الذي تمنحني الشرعيه. شوف الغباء اصحاب الشعارات، هم يعطون اسرائيل ونتنياهو الشرعيه. كما قلت لكم السنوار باقي حيا لانه مفيد، والله هم باكر يضربوه، وايضا هو حايط نفسه بشسمه برهان. والله انا واضح هسه السنوار اذا يطلع يتمشى بغزه ما راح يقتلوه، لان وين يلقون احسن منه؟ بالعكس يردون يطولون عمر السنوار قدر ما يستطيعون، لانه يبقى مشروع تدمير غزه مستمر. والان باقي مشروع كما قلت لكم مشروع انه عدم فصل بين، وسيبقى حتى خامنئي ممكن ان يكون مهدد لكن لن يضربوه، ما اعتقد يضربوه، لانه هم يردون تبقى يسمونها هم وحده الساحات. طبعا هي دمرت الساحات، لكن يردون هاي وحده الساحات تبقى حتى مشروع نتنياهو بالهيمنه او صناعه الشرق الاوسط الجديد يستمر. المقاومه الان تعطي كل المبررات لنتنياهو ليفعل ما يفعل، والعالم كله يقف معه، كله يقف معنا نتنياهو، يقول تفضلوا هؤلاء يقولون احنا نريد تحرير وان اسرائيل ستزول. هاي كان روحها اخر يومين، تخيل اسرائيل تزول، يعني انطاهم المبرر الكامل من فوق الاباده الجماعيه انطاهم اياه عدل. هاي صار لهم 70 80 سنه يطول مبررات لاسرائيل لدعمها من قبل العالم باكمل، العالم باكمل الان يقف مع اسرائيل قانونا وشرعا. انتم اعطيتم هاي الشرعيه. انت يا اخي يعني ما اعرف شنو هالغباء هذا، ما اعرف. ويا ريت على قوه، يا ريت انت قوي، يا ريت انت متمكن، صار لك 40 سنه ما قدرت تسوي لك بس ادعاءات وكاذيب. عندنا 200 الف صاروخ، عندنا صاروخ القاهر الماهر البائر عاه المدري شنو الهدهد المدري شنو، كل اكاذيب في اكاذيب، وتضع انها اشياء مزيفه يضحكون بها على الناس ويضحكون بها على انفسهم. لا هم مصدقين بالمناسبه. انا اتذكر حتى كنت بالمفاعل النووي العراقي، اتذكر يجون يحكون عن الصواريخ العظيمه أواكس اللي سواها العراقيين، هاي شبكة التجسس والتي تشرف على الشرق الأوسط بأكملة وتلتقط كل الإشارات، وصواريخ العابد والحسين والعباس. يعني مو خبز العباس هذا، مو لا يعني شلون لا تتمادى، لا كان صاروخ العباس وطيروه هو شنو كله، جابوا نفس الصاروخ مال كوريا الشمالية حطوا له حشوة إضافية حتى يعني يصير المخدوم لمسافة أبعد لا أكثر ولا أبعد. وهم يضحكون، ما حد يضحك على الثاني، حتى انا اتذكر المهندسين الموجودين كانوا يضحكون على حسين كامل على ضباط صدام وياخذون منهم ملايين، كانوا حصلوا فلوس ما فلوس، يقول له راح نسوي لك صاروخ ونسوي له حشوه، ويا ما صارت تجارب فاشله، وواحد يضحك على الثاني. يعني السيستم كله غلط، كله اكاذيب ونفاق. المقاومه والمقاوله هي واحد، انه استعباد الناس والسيطره عليهم وجعلهم اتباع للسيد الفقيه او الشيخ او الامام او الرهبه. الان المفارقه فارقه اسرائيل الان قالت اوكي انا ما اقبل تفصلون بين غزه وجنوبنا، لا غزه حماس تطلق نارها، يلا اوافق على وقف اطلاق النار في جنوب لبنان او في لبنان. يعني انا اصبحت بالمقلوب، اصبح هو الذي يشترط اصبح مشروطا عليه. يعني يقول لك انت حتى اذا انت فصلت بين غزه وجنوب لبنان، الان انا اريد منك
انا لن اوقف اطلاق النار في جنوب لبنان او في لبنان باكملها الا اذا سنوار اطلق سراح الرهائن. الان اصبح هو الربط بين اسرائيل التي بدات تربط وحزب الله الذي بدا يفصل، يعني الذي هو ربط في البدايه وورط لبنان وشعب لبنان ودخل في هذه الحرب الهوجاء والتي لا نعرف نتائجها بعد ماذا سيحصل بحق الشعب، الان اصبح رهينه لشرط اسرائيلي يربط بين الامرين، يعني الرابط اصبح مربوط والمربوط اصبح رابط. فتخيلوا هاي المفارقه او هذه يعني التراجيديا او الكوميديا السوداء التي نحن فيها التي يقودها هؤلاء الناس الذين هم ليسوا على درجه من الوعي والذكاء والخبره والمعرفه وحتى ابسط يعني ابسط التفكير ابسط انواع التفكير السليم.